من 9 سنين ومصر كانت عايشة في الضلمة حرفياً ولشهور طويلة، واللي كانت بتنهار بشكل جدي، وده علشان ما كانش فيه أصلاً بنية تحتية لإنتاج الطاقة. إيه اللي حصل في ملف الكهرباء وإزاي كان قرار الرئيس؟ وليه ساويرس طعن الدولة في ظهرها؟ وإيه رد الحكومة؟ هنعرف كل ده وأكتر بعد الفاصل، فتابع معانا الفيديو للآخر. بانكير، نبض البنوك. بعد الرئيس السيسي ما حلف اليمين رئيسا للبلاد في فترة من أصعب فترات مصر في 50 سنة اللي فاتت، لأنها كانت على وشك الانهيار في كل القطاعات ومنها الكهرباء، واللي كانت في الصيانة كلها ومفيش محطة كانت قايمة على حيلها، والبلد غرقت في الظلام لشهور، والكهرباء انقطعت على المستشفيات وحتى حضانات الأطفال ومحطات المية، وكانت فضيحة في العالم استمرت لشهور. وأن مصر اللي علمت العالم كله بقت أضحوكة في العالم وشعبها عايش في الضلمة. في أول يوم من حكم الرئيس السيسي كان القرار بإعادة مصر لمكانتها الطبيعية في كل المجالات الاقتصادية ومنها قطاع الكهرباء، وبدأت ملحمة قوية جدا في بناء المحطات والشبكات وارتفاع قدرات التيار الكهربائي ومحطة نووية عملاقة، وبقى فيه فائض في الإنتاج وتصدير كمان، واتفاقيات ربط كهربائي مع دول كتير، ومصر صرفت حوالي 1 تريليون جنيه على قطاع الكهرباء بس في 9 سنين اللي فاتوا، علشان مصر تنور ويبقى عندها أهم سبب من أسباب التنمية والاستثمار وتشغيل المصانع، وبقى في بنية تحتية قوية لأي مشروع جديد. لكن يظهر كده كل الجهود اللي حصلت والفلوس اللي اتصرفت والحال اللي اتغير مش عاجب ناس كتير أو مش مقدرين المجهود. الناس اللي اشتغلت وتعبت علشان يبقى عندنا بنية تحتية قوية عالمية في قطاع الطاقة، وللأسف منهم رجال أعمال ومشاهير المفروض يكونوا عارفين إيه اللي تم والمعجزة اللي حصلت في قطاع الكهرباء، لكن للأسف استغلوا حدث عارض لقطع الكهرباء وتخفيف الأحمال، وهي ارتفاع درجة الحرارة الشديدة والغير مسبوق، وزي ما حصل في دول تانية كتير ولظرف معين ولمدة أيام معينة، لكن ده ما كانش كفاية، وخرج مثلا رجل أعمال نجيب ساويرس وقال في تغريدة على صفحته بتويتر: عندما توفي إديسون مخترع الكهرباء عام 1931 تم إطفاء جميع كهرباء العالم لمدة دقيقة تكريما ليه. وما زالت مصر ولبنان بتكرم الرجل كل يوم، وطبعا لأن ساويرس شخصية مشهورة الناس من العالم العربي كلها دخلت تعلق وترد عليه، وبقى تشهير بالبلد. علشان كام ساعة تخفيف أحمال طلعت الحكومة الحقيقة وشرحت كل أسبابها، وده جريمة طبعا، لأن التشهير بالبلد في الوقت ده مش لصالح الاستثمار والبلد والتنمية، وفي ظل أزمة نقص العملة الأجنبية. كنت معاكم من بنكير، أنا عبد المنعم إبراهيم، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.